المحطة السابعة يعني الكونغري السابع ديال الحزب ديالنا من بعد ما جينا من الكونغري ديال جديدة اللي بنينا فيه مسار ثقة لمدة سنوات مع المواطنين، ولكن الحمد لله كانت عندنا الإمكانية داخل الحزب باش يكون واحد التحول كبير، تحول ديمقراطي داخلي، كذلك تجديد ديال النخب، تجديد ديال يعني الطريقة ديال العمل، تجديد ديال التنظيمات الموازية والتجديد ديال التنظيم ديال الحزب، أعطى النتائج أنه بنينا مسار ثقة، ومسار ثقة مشينا به انتخابات، وانتخابات أعطونا الريادة يعني في النتائج، وكنا أول حزب جاب النتائج ديالو، وحنا كنعرفوا الثقل ديال المسؤولية ديال هاد النتيجة، وحنا الآن بحيث أنه كان عندنا المسؤولية ديال قيادة الحكومة وكذلك ديال الأغلبية، فمسارنا هو مسار التنمية، لأنه هذا اللي بغاو المواطنين واللي غادي نشتغلوا فيه إن شاء الله في السنين المقبلة، ونخليوا هذا الحزب في المكانة اللي هو كيستاهلها واللي كيشتغل فيها، والجدية ديالو والأطور ديالو والتجديد ديالو غادي نبقاو يعني إن شاء الله في هذا النمط ديال التسيير وديال العمل. شكرا لكم.